سلمو لنتعرف اكثر عن نقص فيتامين د وحتى زيادته بالجسم. اكيد بيسعدنا نرحب اليوم بالدكتور بهجة عكروش، اخصائي باسعافات الاوليه وطب الطوارئ. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور بهجة. يسعد يعني صباحك. بالبدايه خلينا نحكي يمكن بشكل اكبر عن فيتامين د، قد ايه فعليا نقص فيتامين د بجسم الانسان بيأثر واسباب هذا الشيء؟ أول شيء صباح الخير، ونتمنى صباح دائما العافية لكل أهلنا وكل ناسنا. الفيتامين د يعني هو صار موضة العصر، وصار في أخطاء شائعة بالممارسة فيما يتعلق بنقصه أو زيادته، وفي معدلات وجوده. كثير من التساؤلات أو كثير من الاستفسارات تقول إنه نحن مع إنه نحن بلاد الشمس وهذا الفيتامين هو فيتامين الشمس، انه ليش في كل معظم الناس بتعمل تحليل بيطلع في عندنا نقص في فيتامين د. للاسف بدي اقول انه المعايير غير واضحه في سوريا حتى الان فيما يتعلق بنسبه هرمون، لانه نحن بنسميه هرمون اكثر ما هو فيتامين، لفيتامين د. النسبه لسه غير واضحه، يعني نحن في المخابر في رقم معين عما يعتمدوا هذا الاعتماد على هذا الرقم، فمين ما بيعمل تحليل الفيتامين د عم يكون في عنا بيطلع في نقص، لذلك بتطلع نسبة عالية جدا من سكان السوريين عندهم نقص فيتامين د. بالمقابل هو لو أخذناه بالمقارنة مع دول أخرى اللي عاملة معايير لفيتامين د موجودة بالجسم، رح نلاقي إنه الرقم أقل بكثير من الرقم الموجود في مخابرنا. يعني تقريبا في إيران نسبة الفيتامين د الطبيعية هي 15، وبالتالي نحن عنا على 30 تقريبا، بين 20 و 30. لذلك أي حدا عم يعمل التحليل بيطلع أنه نقص، هو يمكن يكون هذا نقص وهمي نظرا لعدم وجود معايير لكمية الفيتامين د الموجودة، فهذا هو السبب الأساسي. إضافة إلى الأخطاء العلاجية أو أخطاء التعامل مع الفيتامين د، الفيتامين د ما هو فقط عبارة عن شمس أو هو عبارة عن مواد غذائية، في أسباب أخرى مرضية ممكن تؤدي إلى نقص فيتامين د. لازم لما بنفكر بعلاج فيتامين د نفكر بالأسباب التي أدت إلى هذا النقص. هذا النقص ممكن يكون بنقص غذائي، ممكن يكون في أمراض، يمكن أعمال ممكن نشتغلها، وخاصة كنساء وجود الواقيات الشمسية دائما على الوجوه تخفف كثيرا من دخول الشمس، وبالتالي التفاعل مع فيتامين د وتحويله إلى طليعة الكلس وإلى نعم. أستاذة دكتورة عفوا، ذكرت أسباب لنقص فيتامين د ومنها أسباب مرضية، خلينا نركز أكثر عن الأسباب المرضية الشائعة. نعم، فيما يتعلق بالفيتامين د في نقطة كثير مهمة بحب أكد عليها، حكيتها بحلقة سابقة وبرجع بأكد عليها هلا، هي موضوع الفيتامين د هو يعتبر من الفيتامينات الذوابة في الدهون، بما معناه هو ليس مثل ما باقي الفيتامينات اللي بتكون ذوابة في الماء. ماذا يعني أن تكون الفيتامين د ذواب في الدهون؟ وقلت قبل شوي كمان بنسميه هرمون. السبب الأساسي أنه لحتى ينحل الفيتامين د يجب أن يكون عندنا كمية دهون كافية، يجب أن يذاب في الدهون. الدهون شو هي؟ الدهون هي الكوليسترول. الناس في عندنا خوف من كلمة كوليسترول. الكوليسترول أنه أنا أي ما بدي أكل بيضة أنه بخاف يرتفع الكوليسترول، بدي أكل أي شيء دهن بيرتفع الكوليسترول. لذلك عم يصير في عندنا حتى نقص في موضوع الكوليسترول، غير إضافي المرضية اللي ممكن تكون زيادات. لكن بشكل عام بتلاقي كل العالم عم تحاول تخفف، وخاصة السيدات من شان الرجيم، من شان الحفاظ على الستايل. هذا الشيء عم يؤدي إلى نقص انحلال الفيتامين د، وبالتالي عم يصير في وارد لكن ما عم يصير في استقطاب له. إضافة لشيء آخر، أنه ضمن الفيتامين د ضمن الكوليسترول أو ضمن الدهون اللي بيصير فيها ذوبان لهذا الفيتامين وبالتالي الاستفادة منه من خلال الشمس، في عندنا النواقل الفيتامين كي وغير الآخر. أيضا الفيتامين كي هو من الأمور الموجودة بالدهون، يعني إذا ما كان موجود بشكل لا المستقطر موجود ولا الناقل موجود، وحتى لو صار في وارد إضافي، وهذا بيفسر أنه كتير في ناس بتقلك أنا باخد كتير فيتامين د بس وما عم تحسن جسمنا تماما. هذا احد الاسباب اللي كثير لازم نحن نركز عليها وكثير ننتبه له، والاطباء ينتبهوا
السبب الأساسي لنقص الفيتامين د، هل هو نقص الوارد أو هو أمراض؟ أنت سألتيني عن الأمراض، ممكن تكون في عنا نقص امتصاص بالأمعاء، ممكن عنا متلازمة نقص الأمعاء، اللي عنده بتر بالأمعاء، ممكن اللي عنده الزغابات مضروبة، يمكن اللي عنده نقص دهون، يمكن اللي بيستخدم الواقي الشمسي، يمكن اللي ما بيتعرض كتير للشمس، كل هاي حالات ممكن تؤدي إلى نقص الفيتامين د، رغم وجود الوارد. يعني هلا ما منشوف حدا الا عم ياخذ حب فيتامين د او مكملات غذائيه، لكن للاسف ما عم يكون في استقبال صح له، ولا عم يكون ناقل صح له، لذلك عم يكون عم يدخل وبيخرج، وهذا بيؤدينا الى زياده الفيتامين د السميه او الغير طبيعيه اللي بتلاقيه بيصير تواجد بالجسم، بيعمل اثار سلبيه كثير كبيره بدون ما نستفيد منه بشكل كامل. نعم. طيب دكتور، حكيت عن نقطة كتير مهمة اللي هو نحن عم يدخلنا فيتامين د، ولكن يمكن لأسباب معينة ممكن يأثر هذا الشيء على امتصاص فيتامين د، أو يتجه بمنحة تاني بسبب أنه أنا عم باخده وجسمي ما أنا بحاجته، أنا بحاجة أني أبعد عن المسببات اللي هي عم تمنع امتصاص فيتامين د. خلينا نحكي عن هاي الجزئية بالتفصيل، شو الحالات اللي أنا ما لازم أخذ فيها فيتامين دال، هي اولا. ثانيا خلينا نحكي عن المسببات اللي بتمنع امتصاص فيتامين دال، وكيف بيتم اكتشافها. يعني اليوم الشخص الطبيعي بيروح بيعمل تحليل دم، بيطلع معه نقص بفيتامين دال او زياده بفيتامين دال، فبيروح لعند الدكتور، يا بيعطي دواء يا بيقول له وقف الدواء. ولكن انا شو الشيء اللي لازم ساويه؟ كيف لازم افحص نمط غذائي؟ كيف لازم افحص كثير شغلات؟ لو سمحت نحكي عنها اكثر. طبعا هذا دور في دور مجتمعي ودور طبي. الدور المجتمعي هو التوعية المجتمعية اللي موجودة عند الكل، المفروض تكون موجودة، إنه أنا خلال كل سنة لازم أعمل فحوص الدورية. هذا الشيء الطبيعي، لكن للأسف نحن عندنا هون ما كتير من 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 يعني هاي الجزئية المهمة بالحياة، ما كتير مننفذها، ما كتير منساويها. ثقافة العناية بالصحة، بنتركها لوقت لنمرض نروح نعمل تحليل، أما ما عندنا هذا الفحص الدوري لنكتشف إذا في عندنا شيء حتى نحاول نعمل وقاية له، وبالتالي حالة استباقية. النقطة الثانية هي الطبية، اللي هي لها علاقة بالأطباء ولما المريض يجي لعنا. هلا المريض عم يجي لعنا بحكم الموضة، هلا انه هل ترى معي نقص فيتامين د ولا لا؟ صحيح. بغض النظر عن الاعراض، انا لازم اعرف الاعراض اولا. يعني يا هل ترى اي واحد حتى لو عملت له تحليل، عملت تحليل وضمن المعطيات اللي حكيتها في بدايه الحلقه طلع عندي نقص في الفيتامين د، بس انا ما لاحظت اي عرض من اعراض نقص فيتامين د موجوده عند هذا المريض. لازم انا كطبيب انتبه بشكل واضح انه يا هل ترى دور ليش هذا النقص موجود عنده واعراضها ما انا موجوده. طالما النقص موجود لازم يكون الاعراض موجوده، من التعب، من الكآبه، من هر الشعر، من كثير من القصص اللي ممكن نحن نشوفها. طيب ما لقيتها عنده، اذا هذا النقص فيتامين د، هذا النقص فيتامين د وهمي، خليني اسميه، اللي هو نقص نتيجه الحاله المخبريه وليس نقص حقيقي بفيتامين د، لانه قديش معيار الفيتامين د الطبيعي انا ماني عارفه عنه لهلا الا من خلال المخبر اللي محدد لي قديش الطبيعي. طيب هذا انا ماني شايفه طبيعي كطبيب، اذا بدي احكي حالي كطبيب كباحث عم دائما متابع، انا عم تابع خارج، انا بلاقي انه لا، هي النسبه مو هي النسبه المعيار الطبيعي للفيتامين د. اذا هون مهمه الطبيب او الجهه الطبيه في انه تحدد يا هل ترى هل هذا النقص حقيقي وبالتالي يترافق مع اعراض واضحه جدا لإلي كطبيب، او انه هذا نقص ما نصحيح بالمطلق، وبالتالي انا لازم ادور على النواقص الاخرى. يا هل ترى في عنده امتصاص له ولا لا؟ في عنده مشاكل تمنع دخول الفيتامين د او لا؟ يا هل ترى في عنده نقص كوليسترول او لا؟ في عنده نقص في الفيتامين كي او لا؟ لانه هدول عم بركز عليهم، لانه مثل ما قلنا الحاضن والناقل. فواجبي كطبيب اذا هذا الحكي موجود انا عالج النقص الكوليسترول، عالج نقص الفيتامين كي، ما عالج نقص الفيتامين د اللي هو وارده كافي بالنسبه لي. المريض او الشخص جاي بياكل طبيعي، بيشرب طبيعي، بياخذ البيض، بياكل اللبن، بياكل الجبن، بياكل الدهون. اذا هو هذا اللي بدي ادور عليه اكثر ما اني ادور على النقص الحقيقي لفيتامين د. خذ هي
فيتامين د، خذ هذا الدواء 3 أشهر او 4 شهور وبعدين راجعني ارجع اعمل تحليل، وكلها هي عباره عن استنزاف مالي ومن صحة البني آدم. طيب دكتور، كنت عم تحكي عن فتنة بموضوع العلاج، خلينا نحكي شو الصح، قديش الفترة الزمنية لازم أنا أخذ فيها فيتامين د، وخصوصا مثل ما حكينا يعني خلال حديثنا أنه هو صار مرض شائع، كثير عم نسمع هاي النصائح، أنا باخذ 10,000، أنا باخذ عيار 5,000، وعلى المدة الزمنية، قديش هي المدة الزمنية الصحيحة، وقديش المتوقع هي فترة العلاج، ويا ترى هي بس أدوية ولا في شيء ثاني بيكون معه؟ طبعا فيما يتعلق بالعلاج ما في فترة محددة واضحة للجميع، لأنه هي تختلف بين مريض ومريض، تختلف بالنسبة اللي موجودة، بالنقص الحقيقي اللي موجود قديش، يا هل ترى إذا نقص حاد في عنا علاج هجومي، بعدين بصفي علاج وقائي، إذا كان نقص بسيط جدا هو مكملات غذائية بسيطة، حتى بالتغذية العادية بسيطة بتكون موجودة. لكن الفكرة اللي هلا أنا معلش خليني اطلع من هذا السؤال فوت باتجاه شيء مهم جدا، فضل. هو استخدام الفيتامين د بكميات كبيره على مدى طويل، هذا اللي رح نحكي فيه تماما، عم بيتاخذ على مدى طويل وهو ما في حاجه له، يعني ما في عندي حاجه ماسه او نقص بفيتامين د، وبالتالي انا عم اخذ مكملات غذائيه كثير كبيره، حبوب او ابر، طبعا على الهامش بين قوسين، لا الشمس ولا الاكل ممكن يعمل زياده بفيتامين د، اللي بيعمل هو حصرا تناول المكملات الغذائيه. طيب. اللي لها علاقه بالفيتامين د. طيب دكتور، يعني قلت انه نحن ناخذ لفتره طويله فيتامين د، هذا له اثار سلبيه، وحكينا بالبدايه اليوم عم نحكي عن النقص والزياده. النقص والزياده، احد نعم. الدراسات قالت انه زياده فيتامين د بالجسم ممكن يعمل فشل كلوي، مدى صحة هاي الدراسة ومدى التأثيرات السلبية فعلا اللي ممكن يكون من زيادة الفيتامينات؟ أولا اسمحي لي أنا أقول لكم عن جد شكرا، لأن يمكن لأول مرة يطرح هذا الموضوع، ما كتير كله عم بيحكي بالنقص، ما حدا عم بيحكي بالزيادة. حالة الزيادة حالة مهمة جدا، طبعا الفشل كله هو أحد الشغلات اللي بتساويها، مو كلها، أكثر من هيك بكتير. فيه أنا بدي أعطيها بعنوان بسيط جدا، زيادة الفيتامين د تؤدي إلى زيادة امتصاص الكلس من الجسم، هي واحد. اثنين، بتخلي زيادة يعني هدم الكلس من العظم، يعني بتسحب الكلس من العظم، يعني بيصير عم نعمل شيء سلبي تماما. تماما، هي زيادته، وبالتالي يعني إذا السبب الأساسي لاجتماع الكلس العالي هو الفيتامين د. طيب بهي الحالة وقت بيصير في عندنا كلس كتير او فرط الكالسيوم بالجسم، شو ممكن تعمل؟ هي السبب الرئيسي اللي بتعملنا كتير من الامراض الاخرى، اهمها انه الحاله الزياده بالكلس بتعمل تعب عام، بتعمل انهاك، بتعمل غثيان، بتعمل اقياء، بتعمل حكه، بتعمل جفاف، بتعمل كثره تبول. الكلس، زياده الكلس بحد ذاته هذا من جهه، ففرط الكلس بيعمل هاي الامور. الثانيه، الكلس الزائد شو بيعمل؟ الكلس لما بصير في زياده بالجسم بيجتمع مع بلورات الفوسفات، اجتمعوا هدول الاثنين هالمكونتين مع بعضهم، هدول اللي بيتركزوا بالاجهزه الملساء مثل الكليه، لما بيجتمع بالكليه بيعملنا حاله بنسميها النيفروكالسيتونين، يعني هي عباره عن كلس كلوي، بيصير في عندنا زياده كلس بالكليه، وزياده الكلس بالكليه أدراك ما أدراك ممكن شو تساوي، ممكن تعملنا حصيات كلوية كتير كبيرة، حصيات موجودة بالحالب بالكلية، فبتعمل أزيات كلوية وممكن توصل إلى مرحلة من المراحل إلى حالة الفشل الكلوي. تؤثر على الرئتين، ممكن تعملنا كمان نفس الشيء بهذا الاتجاه. بنفس الوقت ممكن تعمل لموضوع القلب، لأنه الكلس، زيادة الكلس بيضعف ضربات القلب، بيضعف العضلة القلبية، بيضعف العضلات بشكل عام. يعني الكلس بقدر ما هو مهم، لكن زيادته مؤذية جدا، وزيادته تأتي عن طريق زيادة الفيتامين د، وبالتالي هون الدائرة اللي نحن لازم ننتبه لها، ارتفاع ضغط الدم، القرحة المعدية، كلها هي بتعملها، لكن طبعا مو الزيادات البسيطة، يعني حالة الفشل، حالة الرئتين، حالة القلب، بالزيادات العالية اللي وقت واحد بياخد تقريبا فوق 3,600,000 خلال 3 أشهر الأولى، يعني ب3 أشهر أخذ 3,600,000 وحدة من الفيتامين د، ممكن نوصل إلى هي الحالة، وتوصل إلى الحالة السمية إذا وصلنا لمرحلة
6 ملايين تقريبا وحدة خلال 3 أشهر الأولى من فيتامين دال. إذن يجب الانتباه بشكل كتير كبير لموضوع زيادة الفيتامين دال وزيادة الكلسي المرافق له. فهون نحن منقول لازم أبدا ما ناخد الفيتامين دال إلا إذا كان في ضرورة، والزيادة مربوطة بأخذ الوارد من المكملات وليس الغذاء وليس الشمس. كثير ناس بيقول لك إذا بطلع الشمس أو إذا يعني باكل بيض أو باكل لبنة أو باكل كذا ممكن يصير، لا أبدا. قد ما أكلنا الجسم قادر يتمثل هذا الموضوع ويقدر يأخذ الطبيعي منه، لكن لما بتعطيها غصب عنه بتعطيها مكملات إجبار الجسم بده يمتصه. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أفاد مراسل الإخبارية باستشهاد مواطن وحرق سيارتين وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين، وذلك جراء سقوط عدد من القذائف الصاروخية التي أطلقتها التنظيمات الإرهابية على أحياء حلب الجديدة ومشروع 3000 شقة في حلب. وذكر المراسل بأن الجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف. أسقطت المضادات الأرضية طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية باتجاه مطار حميمين بريف اللاذقية مساء الأحد. هذا وأفاد مراسل الإخبارية في اللاذقية بأن التنظيمات الإرهابية أطلقت مساء أمس طائرات مسيرة من مناطق انتشارها في ريف إدلب باتجاه مطار حميمين، فتصدت لها المضادات الأرضية وأسقطتها. استشهد فلسطيني مساء الأحد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر. وكالة وفا الفلسطينية ذكرت بأن الفلسطيني عامر منار الحجار البالغ من العمر 30 عاما استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار في منطقة الصفطاوي شمال القطاع. تواصلت الاحتجاجات في بيروت وصيدا للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة وتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين. ففي بيروت تجمع مئات المحتجين أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية وسط انتشار كثيف لعناصر مكافحة الشغب والجيش. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأنه تم إطلاق قنبلة مسيلة للدموع تبعها رشق عناصر قوى الأمن الداخلي بالحجارة، لكن المحتجين تصدوا لملقي الحجارة وأجبروهم على التوقف وعدم إثارة الشغب والتعرض للقوى الأمنية. توصل المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا إلى اتفاق حول خطط شاملة خاصة بتسوية الأزمة في البلاد تشمل تعزيز الهدنة وتثبيت حظر السلاح وتشكيل آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار. فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي في ختام القمة بأن المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا أكدوا بأن لا حل عسكريا للنزاع في ليبيا، وقال بأنه ستجري عملية مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا عندما يتم تثبيته، والمشاركون في المؤتمر التزموا بذلك. إلى اللقاء.
خلينا نحكي عن الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين د، ممكن نشاهده عند الأطفال ولا السيدات أكثر، ولا هو كل الأشخاص ممكن يكونوا يعني هن عرضة للإصابة بنقص فيتامين د؟ نعم طبعا بالتأكيد كل الأشخاص معرضين إنه يصير معهم نقص. الأطفال إذا كان في عندهم أي مرض يؤدي إلى نقص امتصاص الكلس أو الفيتامين د، عندهم شيء بالأمعاء مثل ما حكينا، عندهم متلازمة كراون، عندهم في شيء بالجلدون، في عندهم مشكلة. عند النساء أكثر مثل ما قلنا، يمكن لأنه بيستخدموا الواقي الشمسي كثير وبيفكروا شغلة بسيطة، لا، الواقي الشمسي هو يمنع دخول الشمس. والفيتامين د باختصار هو عبارة عن هرمون يحل بالدهون يتفاعل من خلال الشمس، هي حالة متكاملة، فبالتالي أي خلل بأي وحدة منهم يؤدي إلى نقص بالفيتامين د. إذا عندنا الشمس، عندنا الوارد، عندنا الدهون المستقبلة، وعندنا النواقل الفيتامين كي اللي هي موجودة بشكل رئيسي. معلش خليني مرقها بثانيتين، إنه نحن بنخاف دائما من الدهون، بنخاف من الكوليسترول، لا تخافوا، كلوا بيضة بيضتين باليوم، معلش مسموحة وما بيأثر أبدا، وهي وسط أساسي لحل فيتامين د، فيتامين أ، فيتامين كي، فيتامين إيه، هدول يحلوا بالدهون، إذا ما كان هذا الوسط موجود ما بنستفيد منه. نعم، يعني اليوم دكتور مثل ما حكينا ومثل ما واضح، نحن اليوم فريق الإعداد يعني حضر إنه نكون نحن عم نحكي مو بس عن الشيء الشائع دائما بين الناس اللي هو نقص فيتامين د وشو بيفيد وشو بيعمل أو شو بيساوي، عم نحكي عن خطورة. يعني اليوم كنت عم تعطينا وتحكي عن إنه إذا زاد فيتامين د بالجسم شو ممكن يعمل آثار سلبية. للأسف بنشوف الناس ممكن تروح مثل ما قلت على الشفا الأخير لعند الطبيب مع مشاكل كتير، من ضمن هالمشاكل بيكون نقص فيتامين د، ما بيخضع لدراسة أو يمكن ما بيخبر الطبيب أحيانا مثل ما بيقولوا بالتاريخ المرضي عنده، شو في عنده أمراض، شو في عنده تداخلات، لأنه كل شخص قابلية جسمه والأمراض اللي عنده ممكن تأثر كتير على الفيتامينات. بنقول لحالنا عم ناخذ حبة فيتامين معناته أنا عم بعمل اللي علي، كفيت واجباتي وأموري بخير وسلام. هي الحبة قديه ممكن تأثر، وأنا ليش اليوم ما يكون ضمن الاتجاه للشيء الطبيعي غير اللي هي المصادر اللي هي الشمس وغيرها؟ شو الشيء الطبيعي اللي أنا اليوم بقدر استفيد منه وخفف من هاي الآثار السلبية للمكملات اللي مثل ما حكيت إلى آثار سلبية؟ أستاذتي الغالية، يعني بشكل بسيط جدا، أولا موضوع التعرض للشمس شيء طبيعي، الغذاء المتوازن البسيط جدا كتير مهم. الشيء الثالث واللي هو برجع حكيته هلأ وبرجع بأكده تماما، موضوع الخوف من الدهون، لا تخافوا من الدهون يا جماعة، لا تخافوا من الكوليسترول. نحن ما عم نقول ناخد كميات عالية إضافية، نحن عم نقول ناخد الحد الأدنى الطبيعي المطلوب من الجسم. يعني حتى على مستوى البيضة اللي هي فيها كتير شيء من المغذيات واللي ضرورية أحيانا للإنسان، مو أحيانا دائما ضرورية، يعني إذا بناخد كل يوم عند الصبح بيضة أو تنتين، لا تخافوا انه رح يصير في عندي دهون ويصير عندي كوليسترول، في شيء بيكسر هذا الشيء ابدا، هذا الحكي يعني ما نصح. يعني دكتور انت نوهت بهي النقطه على خطا شائع عم بيكون للاسف بالانظمه الغذائيه، دائما بنشوفها دائما مثل ما قلنا فيتامين د شائع انه مرتبط بزياده الوزن، لما عم تكون الانظمه الصحيه عم يعطوا فيتامين د وعم النظام الصحي ما عم يكون فيه دهون ابدا. تماما، فهذا الخطا كثير للاسف عم نشوفه شائع عم يكون بالانظمه الغذائيه. مشكوره على الاضاءه بهذا الموضوع، هذا كثير مهم، كثير من الناس عم تستخدم هاي الحالة، بتكون عم تعطي فيتامين د وعم تقيم اللي بده يحتويها ويقدمها، هون بتصير مشكلة كثير كبيرة، بنكون نحن عم نعطي زيادات من الفيتامين د وبدون أن يستفيد من الجسم، وبالعكس عم تعمل حالة سلبية بكثير. نعم. لذلك لابد من التوازن الغذائي والتعرض للشمس بشكل صح ومراجعة الطبيب دائما بالأعراض المبدئية وليست بالأعراض النهائية. أكيد أكيد، يعني هي معلومات المهمة اللي أخذناها اليوم، نتشكر وجودك معنا. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.